الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. جيم كاري بيقول: أنا لو كنت مكان كريس روك كنت قضيت ويل سميث. أما تامر حبيب فبيعلق على الانتقادات وبيقول: أنا عايز أكون نفسي. وأنغام وشيرين بيدعموا المنتخب بعد الهزيمة. وغيرها كتير من الأخبار عن فنانينكم المفضلين اللي هتلاقوها معانا هنا وبس على موقع صدى البلد. تابعونا. علق النجم العالمي جيم كاري على واقعة صفع ويل سميث لكريس روك في حفل أكاديمية الأوسكار في النسخة الـ 94. وقال جيم كاري في لقائه مع المذيعة جايل كينج على قناة CBS: لو تعرضت لواقعة كريس روك كان زماني قضيت ويل سميث وطلبت منه 200 مليون دولار تعويضا عن اللي حصل. وقال كمان ان فيديو إهانة ويل سميث لكريس روك هيفضل موجود للأبد. أما جادا سميث زوجة النجم العالمي ويل سميث تجاهلت تماماً ردود الأفعال الكتيرة اللي نشرتها وسائل الإعلام العالمية، واللي بتهاجم جوزها واللي أخد جايزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 2022 بعد ما صفع النجم الكوميدي كريس روك مقدم الحفلة علشان اتنمر على مراته، ونشرت بوست ليها على حسابها الشخصي على انستجرام وما جابتش سيرة الموضوع تاني. ده كان على الصعيد العالمي. نروح للصعيد المحلي. فرد السيناريست تامر حبيب على الانتقادات اللي توجهت ليه في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، وده بسبب تصرفاته وانه بيبوس الفنانات وبيرقص ولابس حلق. وقال تامر حبيب: انا مسلمتش من الانتقادات بسبب قبولات الفنانات حتى في عزا والدتي. قالوا دول بيبوسوا بعض وبيجهروا بالمعصية. معصية ايه؟ لما حد بيواسي صديقه ويبوسه او يحضنه بتبقى معصية؟ وتابع تامر كلامه وقال: احب اقول لهم ان ده كان دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهم بيبوسوني؟ ما كان في رجالة كمان، وبرضو كمان كان في خالاتي وعماتي كانوا بيبوسوني. السوشيال ميديا بقت لعنة. اما عن الفيديو المنتشر ليه وهو بيرقص على مركب، فقال ان السوشيال ميديا بقت لعنة لانه كان بيحضر عيد ميلاد صاحبته على مركب في دبي، فمن الطبيعي انه يلبس المايو، وانه لما ينزل صورة على البحر بيتعرض للانتقادات، وانه الطبيعي انهم يلبسوا مايوهات على البحر. اما عن لبسه الحلق فقال: ايه المشكلة؟ انا عايز اكون نفسي. نروح لندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، واللي اتكلمت عن تداول البعض صور ليهم وهم بيبوسوا بعض وهم متجوزين، وده على صفحتها على إنستجرام. وقالت إن دي منطقة أعراض، وإن الحياة دي خلصت وراحت، وإنه ملوش لزوم أخبار زي دي بعد شهور من الانفصال. وطلبت من الناس إنهم يحافظوا على اللي حواليها، وإن في شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات، وهي قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كانت بتتمناها. وقالت كمان إن حياتها فيها إنسان ما بيحبش كده أبداً، وإنها ممتنة ليه جداً إنه اتخطى الحاجز ده، فبلاش كلام في اللي عدى. نيجي بقى للفنانة أنغام، واللي علقت على خسارة منتخب مصر من السنغال 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. وكتبت أنغام على حسابها على تويتر: يا رب تنجي منتخب مصر ويرجعوا بالسلامة. كمان دعمت الفنانة شيرين عبد الوهاب منتخب مصر بعد الهزيمة من منتخب السنغال في المباراة، وكتبت شيرين على صفحتها الخاصة بتويتر: ثقتنا في منتخبنا هتفضل دايما وابدا، ومصر هتفضل غالية علينا وفي عينينا، وهتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب، وتحيا مصر، وقدر الله ما شاء فعل، وتحيا مصر. واخيرا وللاسف اتوفى من ساعات قليله الاخ الاكبر للفنانه عفاف شعيب، ومن المقرر ان هيتم تشييع الجثمان بعد صلاه الظهر بمقابر الاسره. وصرحت الفنانه عفاف شعيب ان صلاه الجنازه هتكون من مسجد السيده نفيسه بعد صلاه الظهر النهارده. ومن أسرة صدى البلد بنوجه التعازي والمواساة للفنانة عفاف شعيب. وبكده تكون خلصت نشرتنا وأخبارنا الفنية. نتقابل في نشرة فنية جديدة على موقع صدى البلد.